انا ما ظلمتش حد وما غلطتش. انتوا عايزين رئيس النادي الاهلي هو اللي اختار رئيس الزمالك تاني مره؟ انتوا عايزين ترجعوا ممدوح عباس سليمان تاني؟ دي الخطه اللي معموله تاني، دي الخطه اللي معموله. وبقول لسيد وزير الشباب والرياضه مع احترامي ليك كفايه. احنا لو تلاحظوا احنا عملنا اربع جمعيات عموميه في اللائحه، انتوا كلكم كنتوا بقول لكم الجمعيه عموميه وكذا، وسياده الوزير يلغيها. يلغيها ليه؟ عشان ترنمنا في اللائحه اللي عملها ممنوع عباس وسام حضر. وعلى العموم انا بس عايز اطمنكم كلكم، شروط الترشح واضحه. ألا يكون صدر ضد الحكم في جناية أو عقوبة مخلة بالشرف؟ هو القصد مخل بالشرف؟ شروط الترشح مضمونة، واللي عايز يشيلني أنا ما عنديش مشكلة خالص. لو اتعمل في الانتخابات ربنا جماعة وهي هتسع الانتخابات تاني، لأن شروط الترشح بتنطبق عليا. فبلاش الزمالك خلافك مزمن تاني، بلاش ندخل الزمالك سكة سليمان وعباس والعتان وهاني فكري وعبد الله مزوق، بلاش عشان خاطر النادي. احنا كنا زماننا خلصنا المرحله الاولى من 6 اكتوبر لساك. ايه ده كفايه اللي بيقول لك هو ليه كهربا بعد ما عمل للزملكاويه جمهور الحركه القذره دي ما توقفش؟ يتوقف ازاي؟ ده عنده دوله. انا افكركم ليه عنده دوله؟ هو صاير ابو زيد لما حل مجلس اداره النادي الاهلي. النادي الاهلي جماهيره واعضاء جماهير كلهم وافقوا. صاير ابو زيد مشي ورجع المجلس. تاني بفكركم بس لما الجمعيه وجماهير وافقوا رجع المجلس. لما حسن حمدي اتحبس في قضيه استيل على مال عام واتحبس سامي تاني يوم سامي لعب العام الاخضر اقلى سبيله عشان لقى ناس واقفه جماعه عموميه وجماهير. انا لازم افكركم وبقول محدش اللي جاملني في حاجه، انا اللي جاملني، انا اللي جاملني، وانا اللي دخلت السجن عشان ما اقولش اعتذار مهين ليكم وللجماهير وللجماعه العموميه وليا شخصيا. ومع ذلك أنا مسامح، بس عايز الجماهير المحترمة تفوق لهذه الجماهير.